إذاعة سلطنة عمان، كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم. لا يتأخر العلماء والمفكرون الذين كتبوا فصول الكتاب الذي سنتناوله في حلقة اليوم كثيرا قبل نقل رؤيتهم القلقة والمسكونة بمشاهدات رائية لما قد يحدث في السنوات المقبلة على الصعيد الاقتصادي وأطره المنظمة. ففي هذا الكتاب يتحدثون عن أن سبب كتابته هو ما يلوح في الأفق من أزمات بنيوية وهيكلية تفوق الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2009، ولا يزال يرزح تحت وطأة تبعاتها، بل يعتقد المؤلفون أنها مجرد استهلال تمهيدي لما هو أشد تحديا للاقتصاد الكوني. إنه كتاب هل للرأسمالية مستقبل، الذي صدر باللغة الإنجليزية عن منشورات جامعة أكسفورد عام 2013. سنقلب صفحات هذا الكتاب في هذه الحلقة بصحبة الدكتور محمد بن عبد الكريم الشحن. مرحبا بك مرة أخرى دكتور محمد في برنامج كتاب أعجبني. شكرا جزيلا، مرحبا بك أخي سليمان، شكرا للاستضافة. أهلا بك. طبعا أنت كتبت عن هذا الكتاب عرضا في مجلة أكثر من حياة الإلكترونية. دعني أسألك عن سبب كتابتك عن هذا الكتاب واختيارك لي يعني لتقدمه في برنامج كتاب أعجبني. نعم، هذا الكتاب أخي سليمان هو كتاب مهم، هو يتعرض فعلا لإطار منظم للحياة الاقتصادية، النظرية الاقتصادية الرأسمالية، ولكن تداخل الرأسمالية مع القضايا السياسية والسياقات الاجتماعية والثقافية والفكرية تداخل يقتضي تتبع وقراءة والوقوف على الخلاصات التي خرج بها مثل هؤلاء العلماء المفكرين. أعتقد أن القضية ليست قضية يعني عابرة، نحن فعلا ليس الاقتصاد الكوني ولكن جميع السياقات الأخرى أيضا بانتظار تغيرات جذرية، فعلينا أن نقرأ ونستفيد من الرؤية التي يعني يتحدث بها مثل هؤلاء المفكرين. جميل، إذن سنحاول في هذه الحلقة أن نتعرف على بعض الرؤى لهؤلاء العلماء والمفكرين، ودعنا نتحدث عن الأسباب التي يرى الباحث إيمانويل ولرستاين من يعني يعتبرها أسباب منطقية وموضوعية للتنبؤ بسقوط الرأسمالية. نعم، هو يقول أنها كأي نظرية لها محدودية من خلال يعني العوامل المؤثرة في هذه النظرية، الثوابت التي قامت عليها. يرى أن الفلسفة التي قامت عليها النظرية الرأسمالية لن تستمر طويلا بسبب تدخل الدول، الدول لن تسمح بإمبراطوريات مالية عابرة للحدود باستنزاف مواردها الطبيعية. يعني الرأسمالية
لو رجعنا لتعريفها الإجرائي، هي حركة السوق، الإيمان أكثر بحركة السوق والأسعار هي من يدير هذه المنظومة، العرض والطلب. تدخل الدول والحكومات فيها قليل، هي ليس من يعني كالاشتراكية التي يكون فيها التخطيط الاقتصادي مركزيا ويكون فيها تدخل الدولة قويا. هي تؤمن بالأسواق الحرة المفتوحة. يقول إيمانويل أن هذا لن يستمر طويلا، ستلتفت الدول كثيرا لقضية نضوب مواردها، وستتدخل بقوة في كبح جماح هذا يعني الاستغلال الرأسمالي الشره. نعم، لافت في النظر مثلا إذا انتقلنا إلى مفكر آخر راندل كولينز، يتحدث عن إيجابيات الرأسمالية ولكن يعتبرها في ذات الوقت معاول هدم. نعم، راندل كولينز نعم تحدث عن إيجابيات ومخارج يراها أيضا وحلول ربما أتت بها الرأسمالية لكي تنقذ نفسها بذاتها أيضا في يعني في مثل هذه المآزق وفي مثل هذه التحديات. وذكر أن الرأسمالية جاءت بالتكنولوجيا المتقدمة، والرأسمالية أوجدت أسواق جديدة، لكنه في ذات الوقت أيضا يناقش أن هذه التكنولوجيا المتقدمة عملت إحلالا للوظائف، ولم تعوض هذه الوظائف، الفاقد في الوظائف الذي حلت محله التكنولوجيا لا يعادل يعني لا يلبي المتوقع من الرهانات التي كانت تطلق حينما جاءت التكنولوجيا. فالنتيجة الحتمية لهذا هو ارتفاع نسبة البطالة في كثير من الدول. أيضا سيؤدي هذا الإحلال التكنولوجي لتضاؤل الطبقة الوسطى، مما يعني أن هناك يعني أوليغاركية مالية قليلة ستتولى احتكار الموارد المالية. أيضا يقول أن هذه الأسواق التي أوجدتها الرأسمالية لا تخلو من تجاذبات سياقية ويعني وشروط يعني الأماكن التي هي موجودة بها تحاط بظروف سياقية اجتماعية، حروب، يعني اعتبارات أخرى قد لا تجعل هذه الأسواق مفتوحة كما هي الرغبة لرأس المال الرأسمالي. نعم. طيب دكتور محمد، بالإضافة إلى هذه الأسباب التي تحدث عنها كولينز وقبله أيضا إيمانويل وليرستاين، هناك أسباب مختلفة لمايكل مان وهذا باحث آخر، له بحث آخر في هذا الكتاب، أسباب لسقوط الرأسمالية، ولكن هذه المرة أسباب مرعبة. نعم، هي أسباب مرعبة لأنه يرى أن العالم مقبل على حروب نووية، وكذلك هناك تغير جذري في المناخ. هذه الأسباب أو يعني هذين السببين يرى مايكل مان أنهما سيؤثران على المصادر الطبيعية، وبالتالي ليست الرأسمالية وحدها من سيتأثر بهذين الحدثين أو بهذين التغيرين اللذان سيغيران وجه البشرية في الحقيقة، ولكن سيتتغير أشياء كثيرة في هذا الكون. هو يقول ذلك يعني مع تصاعد هذه النبرة حقيقة، حتى في الأدبيات الآن التي تتناول الاقتصاد نبرة البحث عن الإنسان وعن البيئة. يقول أن الرأسمالية كانت جشعة وكان آخر اعتباراتها وأولوياتها الإنسان والبيئة، لم تفكر في الإنسان ولم تفكر في البيئة. ولذلك خرجت الآن مساقات دراسية، والآن تدرس في الجامعات، والآن الشركات أيضا التفتت إلى هذا الجانب وهو المسؤولية الاجتماعية، التفتت إلى ما يسمى بالسستينابيليتي التي هي الاستدامة للموارد الطبيعية، بمعنى أنه بإمكانك أن تستنزف هذه الموارد أو تستخدم هذه الموارد، ولكن ماذا عن التجديد فيها، ماذا عن الحفاظ عليها، ماذا عن استدامتها. الآن تفكر الشركات في هذا الجانب. ولذلك مايكل مان يحذر من أنه هذا الالتفات
والانتباه للإنسان والبيئة لا زال دون المستوى ودون المتوقع أيضا. نعم. النظام الرأسمالي الخلل فيه هو خلل بنيوي، هكذا يرى أيضا باحث آخر من باحثي هذا الكتاب وهو كريغ كالهون. هل الخلل فعلا بنيوي؟ الخلل بنيوي لأنه يعتقد بأن الرأسمالية لم تعد نظرية اقتصادية محضة، هي تداخل بين السياسي، وعندما نتحدث عن التداخل السياسي في الكتاب تكررت كثيرا في الحقيقة، ذكر الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حارس للرأسمالية، أي تضاؤل في الدور، أي نشوء لقوى أخرى موازية للولايات المتحدة يعني تضعضع واضطراب في المنظومة الاقتصادية أو في هذه النظرية. يرى كذلك أن المشكلة قائمة أيضا في جانبها الاجتماعي، وكما ذكرت لك في الحقيقة أنهم يعني لأن بعضهم هؤلاء علماء اجتماع أساسا، ويروا المسألة من هذه الزاوية، يروا أن هناك انحياز حاد قامت به الرأسمالية باتجاه المال، باتجاه الربحية على حساب الإنسان، على حساب الجوانب الاجتماعية، على حساب الأمن الاجتماعي. يعني هذا ما يراه كريغ وغيره أيضا. جميل. إذن بما أن الوقت بدأ يداهمنا الدكتور محمد، لا نستطيع أن نمر على الباحثين باحثا باحثا، دعني أسألك إذن عن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من هذا الكتاب. نخرج بالدعوة التي أطلقها حقيقة الباحثون، أننا يجب أن نبحث عن الرأسمالية الاجتماعية. المخرج لهذه الرأسمالية، لإنقاذ الرأسمالية لمن هم يعني يناصرون هذه النظرية ويتبنوا هذه النظرية، هو البحث عن الرأسمالية الاجتماعية التي تلتفت التفاتا مباشرا للإنسان، تفكر في الاستثمار في رأس المال الاجتماعي، تفكر في الأمن الاجتماعي. أيضا يجب أن يكون هناك تدخل من الدولة في ضبط يعني حركة المال، وليست الأسواق المفتوحة الحرة كما يعني تشتهي قلة متحكمة في هذه الثروات. نعم. دعني أسألك إذا نفس السؤال الذي يطرحه عنوان الكتاب، هل للرأسمالية مستقبل؟ أعتقد أنها كنظرية منذ العام يعني منذ القرن 18 أو قبل ذلك بقليل أيضا، أعتقد أنها على المدى القريب ليست هناك مؤشرات لانهيار الرأسمالية، ولكن هناك مؤشرات لضعف أدائها، لكنني لا أعتقد أن أصحاب المصالح ومن يقفون كحراس لهذه النظرية سيتركونها من دون تجديد أو تطوير أو تحديث. نعم. إذن الدكتور محمد عبد الكريم الشحي، شكرا جزيلا لك على هذا العرض الجميل للكتاب الصادر باللغة الإنجليزية، هل لرأسمالية مستقبل، وهو كتاب عبارة طبعا نسيت أن أقول في المقدمة أنه تأليف مجموعة من المؤلفين من الباحثين، ذكرنا بعضهم في هذه الحلقة ولم نستطع المرور على البعض الآخر، صادر عن منشورات جامعة أكسفورد عام 2013، ونتمنى أن نرى ترجمته إلى اللغة العربية قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي سليم. شكرا جزيلا. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.